Avoir un jeu de cartes. Avoir un jeu de cartes. Cherchez d'abord le verbe. On va trace, trace. Vous avez appris la règle. Oui. Hein? Oui. Je ne veux pas aller à l'école. Ici, je. D'accord. Ici, le. اسم إلهام سن 40 سنة. هي في الحقيقة كاينين شي حوايج تيعطيهم لنا الله سبحانه وتعالى بالفطرة. مثلا أنا هاد الدومين ديال التعليم ملي كبرت هكا شوية وهذا لقيته كاين عندي في الدم، حتى حتى العائلة عندي تقريبا بزاف من الأفراد ديال العائلة لقيت عندهم نفس 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 هاد الصفة. التعليم بديته ملي كنت كانت شي إكراهات اللي خلاتني ما كملتش الدراسة ديالي، كانت شي ظروف لقيت ان هذا ماشي يعني عائق كبير انني ما مكملتش الدراسه ديالي، صافي غادي نريح في الدار، غادي نمشي نخدم في الوزينات، غادي نمشي نتزوج نهرب ندير هذا. فكرت انني نزيد نكمل قرايتي واخا غير في الدار، الى ما ساعدتنيش الظروف نكمل قرايتي بحالي بحال بزاف ديال الشباب. قلت علاش ما نرسمش راسي واحد الهدف ونمشي على الخطه ديالو، وقت ما يعني حققت هذيك النتيجه واخا تكون عقليله، المهم عندي هو انني نوصل هذاك الشيء اللي بغيت، نحقق داك الشيء اللي بغيت. بالفعل داك الشيء اللي كان خدمت على انني نقرا في الدار، مع العلم انه تحد من افراد العائله ما كان كيعرف انني تنخدم. كنطلع للدار عندنا الفوق تنسد عليا تنكتوبه هذا كنقرا، ما تنقولش للمراه انا كنكمل قرايتي. تقريبا كملت قرايتي لمدة 20 عام وأنا تنقرا غير في الدار. قريت شي حاجة من العلوم الرياضيات، ولكن كان يعني ركزت على الفرنسية، مادة الفرنسية. قريت العربية يعني من كل فن طارب، سبانيولية شوية لونجلي، ولكن كان التخصص ديالي واخا غير في المنزل هو اللغة الفرنسية. والحمد لله مشيت في هذاك المسار. كان الحد يعني من صفي خرجت يعني اش غادي نقول لك، يعني بواحد عندي واحد الرغبه جامحه على انني نبدا، بما انني قررت انني نمشي في هذا الاتجاه دونك خاصني نبدا ازيرو، ما يمكنش نمشي في هذا الاتجاه وانا باغا يعني شي حوايج لي هكا بلا ما نتعذب عليهم. بديت فرود هكا، خدمت يعني كوم ايديكاتريس في الماتيرنيل، خدمت بلي 3 نيفو، لابتيت الى مويان، لابتيت لا مويان الى كون سيكسيون، قريتهم يعني هكاك ثلاثه. ضافت عندي واحد تجربه، يعني زاد يعني ضافوا عندي بزاف ديال الحوايج من هذيك الاكسبيريونس اللي خلوني زدت يعني طمعت اكثر في انني نزيد نمشي في هاد الاتجاه اكثر. بقيت بشويه بشويه، مهم خديت خبره، واجهتني صعوبات، نقدر ما غير حشمت وقلت صعوبات، هي ماشي صعوبات، هي راه استغفر الله على كلمه مصائب. واجهتني مصائب في الدومين. ان سوار لا مامون دو لابينو لي دي لابينو تي اي ديفيني غران تي ني بو بلي ريستي افيك موا توت لا جورني افيك موا ا لا ميزون دومين تي با الي ا ليكول مي مامون كونت است لو بتي لابان على ميزون جو سوي هوغ. بطبيعه الحال كيف كنقولوا حنايا بلغتنا الشعبيه، الشجره العامره هي اللي تضرب، الخاويه ما غادي تجبدي منها حتى شي حاجه، غضربها شنو غتجبدي منها؟ يعني هذاك الانسان اللي كيكون هكا مكافح وتيبغي ينفع الناس اخرين، وسيغتو لا كانوا هكا وليدات راه ملائكه، هذوك لقيت حساد في هاد الدومين، اي دومين فيه حساد، انا لقيت حساد. يعني كنبغي نزيد نطور ذاتي، نزيد بهذاك دوك المستوى اللي كنت واخده بدوك الوليدات هذا، نزيد قدام تلقى عراقيل. اشاك فوا تنبغي نجتهد ونفجر هذيك الطاقه اللي عندي وهذيك اللي عطاني الله، خصوصا انني اكتشفت انه كنخدم بواحد الميثود اللي ان بو ديفيرونت على 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 سميتو المعلمات اللي كانوا معايا. ملي لقيت براسي انني يعني تنكافح وتناضل وصحتي تتمشي، ويعني انا بغيت دوك يعني الفكر ديالي يبقى نقي، بغيته يبقى نقي باش نعطي شي حاجه نقيه لهذوك الوليدات. بان لي ان الفكر ديالي غيبدا يتلوت، ما حيلتي نخدم ما حيلتي نحارب العدو.
على قوة الله كبار. خرجت مشيت بحالاتي، مهم ماشي جيت ومشيت بحالاتي، راه كانوا يعني شي إكراهات اللي ما صعيبة 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 بزاف، اللي كان غيمشي فيها غتمشي فيها عقلي غيمشي فيها عمري. خرجت ما بقيتش خدامة معاهم، جيت فكرت أنني نخوي المدينة، صافي مدينتي ما عطاتنيش، كانوا عندي مشاكل، فكرت أنني نخوي المدينة. جيت لكازا طبيعة الحال، جلست واحد المدة وأنا مريضة، علامة خليت النفسية ديالي تبرات بوحدي، ما استعنت لا بالطبيب لا بحتى شي حد، استعنت بالله سبحانه وتعالى وصبرت، خليت النفسية ديالي حتى ارتاحت وبرات، وبديت أزيرو بحالة شي حاجة معمرة وقعت. فكرت بديت كندير دروس ديال الدعم والتقويم في في في, في الدار، واخا كيف كتشوفوا الحال ما ليسباس ما ماشي شي حاجة اللي هذا، تاقوا فيا ناس، ولكن الثقة كتبنا، يعني ماشي غير جاو وجابوا ولادهم. المشكل الاشكال اللي عندي دابا هو انني يعني الخدمه راه كاينه، انا ما تنخدمش عشوائي، خصني الا بغيت مثلا ندير واحد انسيونس تندير واحد التحضير مسبق عاد تنخدم، تنقلب على كتوبه، تنبدا المجهود، يعني تمشي تشري واحد الكتيب هذا تنخسر عليه سميتو، يعني كنبدا واحد المجهود باش ملي يجي هذاك الوليد تلقى كل شيء واجد، تلقاني انا في المستوى، ولا دا شي حاجه تيديها يعني كاينه نتيجه، ولي بارون ساتيسفي. ما المشكل اللي عندي هو انني بغيت ما كرهتش يستافدوا مني عدد اكبر من من من, من هاد الوليدات، ما حدنا باقيين في الدنيا عايشين، يعني كتقولي ندخل لها بنيه الاحسان، ما كرهتش يعني الا كانت عندي شي حاجه زوينه، علاش اللي ما يستافدش مني اكبر يعني اكبر عدد ممكن من هذا. الاشكال عندي في ليسباس، يعني ما الناس كاينين وكاينين بكثره كاع، سورتو هاد العام اللي عام الاول خدمت وتعرفت وداكشي هنايا، ما ملي بغي يجيبوا عندي ولادهم لقيت صعوبه في انني نقبل كل شيء. انا يا استاذه الهام كنت ديما كندير السويع، ولكن استاذه الهام هي اللي جاتني مزيانه وكتقري مزيان، كتشرح لينا وكتفهمنا، وكل شيء كنديرو في هاد الحصه كنلعبو، كتعطينا لي بونبو، كل شيء كديرو لينا. الاساتذه الاخرين كيبقاو غير كيديوا لكم غير في القرايه، وكل وما كيشرحوش لنا مزيان، كيخرجوا معنا لي دوفور، كيقول لنا صافي سيروا، هادشي اللي كيديروا لنا. استاذه الهام كتخرج معنا مزيان وما كتخرج لنا لي دوفور، حتى كتشرح لنا، وحنا كنمشيو لا ميزون وكنخرجوا ديك الساعات التمارين، كنقول لها شكرا بزاف حقاش كديري لي كتفهمينا وديري لنا هادشي. و الميساج اللي كيبغي اي اب يوصلوا لواحد المعلمه، تنقول لهم حبادوا لو يتقوا الله في هذوك الوليدات، يعني ملي انتي واقفه ومضيعه وقتك وبادله واحد المجهود، خلي يعني تقي الله في هذوك الوليدات، اعطيها واعطيها تكون هي هذيك، ماشي تقولي لا انا ما تنتخل هاد الظاهره كاينه بزاف، كتقول انا ما تنتخلصش مزيان، راه التعليم راه قال لك هذا المعلم ان يكون رسولا، التعليم راه شي حاجه نبيله وزوينه بزاف، يعني واخا الا علمتي غير حرف راه عرفتي شحال عندك ديال الاجر، يعني لو وقفتي وضيعتي وقتك حاولي توصلي هذاك الميساج، هذيك الرساله اللي عطاك الله سبحانه وتعالى وكلفك بها، وهذوك الوليدات راه عندك امانه، حاولي تخدمي معاهم شي خدمه اللي غادي ترجع عليهم هما بالنفع، وحتى انت غترجع لك بالنفع، ماشي ضروري النفع يكون مادي، راه كاين الاجر مع الله سبحانه وتعالى، ماشي انا ما تنتخلصش مزيان المدرسه ما كتخلصني، هذاك موضوع بوحدو اللي ما عاجبوش، مثلا هذا رايي شخصي، ما عجبكش واحد الصالير ما نقبلش اصلا نخدم في ديك الخدمه، وندي تقليد بزاف ديال الوليدات اللي الاباء ديالهم تايقين فيك وتايقين في هذيك ليكول، وتايقين جايبين الوليدات ديالهم، كاين اللي ماشي في طاقته مسكين كاع يخلص هذاك الواجب الشهري، كاين اللي دابا البريفي ولا كلشي كيبغي يقري وليداته في البريفي، كلشي ولا كيبغي يعني كاين اللي كيحيد مسكين من الماكله ديالو ومن هذا وتيقري هذوك الوليدات.